هتقدروا تساعدونا بس ايوه او لا يعني او ايش؟ لا انا شديده. فمثلا هي هتحط ايدها، ما انا اعرفش هتبقى حاجه عاليه واطيه ملمسها ايه، بس مثلا اول حاجه هتقول مثلا ايه نبات، فانتوا يا اما تقولوا او لا بس كله مع بعضه. ايوه برافو. انتوا هتحطوا جماد ولا نبات؟ هنشوف. يعني انت ما بتخافيش من الفيران؟ لا. ممكن تمسكي فار بايدك؟ امسك فار بايدي وامسك صراصير وتعابين وكل حاجه. ليه بتشتري؟ لا يعني عادي، انا ما بخافش من الحاجات دي، بس انا بخاف من حاجه مش عارفاها. هنشوف. مش بخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده انت عملتي ليه كده؟ انت عملتي ليه كده والنبي؟ في لا عملت في وشها حاجة. بس في فتحة اهي وفتحة اهي لايديك الاتنين. ياسمين الجامدة، ياسمين الجامدة. انت ليه عملتي كده؟ يلا يلا سمي بس ما يطلعش والله العظيم في ست صناديق ستة. سمي بس سمي. لا 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 عشان تبقي عشان تقعدي على الكرسي وتقولي لي انت عارفه. انا انت عارفه على فكره انا بان طيبه. لا لا ما تخوفيهاش يا ستي. لا 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 مش عايزه العب اللعبه دي. بس مبدئيا ما فيش اي حاجه مؤذيه في الصندوق. يلا 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 يا جماعه يعني نديها تشجيع كده. ايوه لا اوعي اوعي تقولي. ما تنسيش اول ما تلمسيها دي حاجه سخنه مطلعه صهد. المسها. طب نبات حيوان. حيوان جدا. حشرة. لا وانا عايز اتاكد بس ان ايه ده ايه ده دي حاجه ناشفه. استني هقول لك ايه. طب دي سحلفه. برافو عليكي سحلفه. اهي اهي سحلفه عادي. ادي سحلفه جميله. دي جميله. طب ما تقعديش تغشي من الناس. والله ماشي ماشي. وانتوا ما تعملوش بقى رياكشنات وتتخضوا وكده على فكره عادي. انت كل ده على سحلفه. هتعملي كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه انا اتخضيت انا اتخضيت. يا جماعه انتوا بتقفوروا صح؟ واتس ان ذا بوكس. طب ده مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح. بسرعه ايه عشان ما يجريش عليكم يعني ولا ايه؟ اتفضلي اول سؤال كده وتخيلي هو نبات ولا حيوان ولا جماد. يلا دي ست بتصارع الوحوش والاسود والنمور. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم لو طلع حاجه تافهه بعد كده. اصل انت شايفه رياكشناتهم. ياسمين الجامده. لا انا جامده. وريني اهو. ايه؟ لا ايه يا حبيبي قول قول يا حبيبي. قول يا حبيبي للدادة دودي. قول 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 عندك معايا الفيلم الجاي. قول ده ايه؟ بالراحة اخد. تحت شوية كمان. لسه 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 كمان كمان. ده معرفش معرفش ده تعبان. ايه يا منى ده؟ انا بمسكه عادي بس يعني. لا انا عمري ما قلت ان انا يعني. برافو 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 برافو.
لا عادي اهو ما بيعملش حاجه، بس هو متوتر ما بيقعدش. ما بيقعدش ايه ده؟ عاصر ده بيبلع على طول. ده من التعابين العصيره صح؟ ما تشوفش الناحيه الثانيه. على فكره انا بمسك من زمان. اهو ملمسه ليه؟ على العموم والله العظيم شاطره، من اول لمسه عرفت انه تعبان. مفيش نجمه في العالم العربي ممكن تلعب اللعبه دي، مفيش غير ياسمين عبد العزيز ممكن تلعب اللعبه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اي ياسمين بتبص على بشوشكو على فكره، يعني هي بتطمن منكو. حاجه بريش لا دي حاجه سهله خالص. يلا ما تخافيش خالص. ممكن حاجات هما بيخافوش منها. انا بيس والله ان شكلكم بتضحكوا علي. لا ما بضحكش عليك والله مش بضحكوا عليك امان. بس يعني بس هتغسل ايدك بعدها. ايه بقى؟ دي حاجه طريه. بيقول لك دوقي. دي سهله قوي بس بصبعك بس. ايه ده ايه ده؟ ده حاجه مزيته. ايه يا اسمه؟ ايه؟ حطاني بطاطس. ايه يا ماما ده؟ بتبعتوني. شجاعة فائقة أدتها ياسمين عبد العزيز. أنا معجبة جدا والله. أنا والله العظيم معجبة بشجاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت كله رياكشنك واحدة دي كده. ايه ده؟ ايه قطة؟ لا كلب؟ لا يا دادي. ياسمين عبد العزيز انت بتربي كلاب صح؟ بتحبي الكلاب قوي. ياسمين بتحب الكلاب وقطط. مربيه كام كلب؟ لا في كلبين حراسه وفي كلب. ايه يا جماعه في ايه الرياكشن ده؟ توتو ايه؟ صوته ايه؟ لا بس بتضحك. لا بيضحكوا. ايه ده؟ واضح انها حاجه مسليه. هما بيعملوا كده ليه؟ لا الجمهور مبسوط بيضحك يعني لوحده. ناس لطيفه فرحانين بيكي. حيوان ده؟ ايوه. حد يسال؟ على فكره أنا شم ريحته. حاجة قريبة من الكلب. حاجة بشعر صح؟ ريحته باينة. طب حطي إيدك بقى. بس حطيها من الناحية دي. ها؟ حطيها من الناحية دي أحسن. قالوا لي من هنا أحسن. دي حاجة بتتحرك. أنا مش ده بيتحرك. أنا شفت حاجة. إيه ده؟ دي حاجة بتتحرك. أنا شفت حاجة. يعني هقول لك على حاجة. أنا شخصيا لا يمكن أحط إيدي في الصندوق ده بعد ما أشوف. مش هكذب عليك. فرخة؟ لا. يا ريت. حبيبي. طب اخشفيه بقى من هنا. هتاخديه من هنا. يا دادي تعال يا دادي. لا 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 ده جميل قوي والله. والله العظيم جميل جدا. بصي انت ممكن تربي ناس في البيت. نفسي طول عمري اجيب.
طول عمري نفسي اجيب، بحبهم قوي. بصي غلبان ازاي؟ ما بيقعدش. ها والله العظيم تحيه كبيره جدا، مش بس انها عرفت ان هي طيبه. ياسمين ما خافتش من التعبان، ياسمين ما خافتش من الحربايه، ما خافتش من القرد، ما خافتش من الكلب، ما خافتش من البطاطس. لا خافت من البطاطس. هنشوف اخر صندوق هتخاف منه ولا لا. اتفضلي يا ياسمين. دي حاجه تخوف؟ كلهم بيقولوا حاجه ما تخوفش. انا مش هدخل ايدي. حاجه ما تخوفش؟ لا 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 لا، دي ما تخوفش خالص. لا 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 لا. طب يا محمد تعالى شيل البتاعه دي. لا ده حاجه بغضوها وما تجيبهاش. أيوة لا 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 ما تمسكهاش منى. ايوه بس حاسس الازاز يقع. اوه لا منى لا. لا انت بجد بتخافي منهم كده؟ ما ب... لا مش ب... ما بخافش يعني، ما بحبش الريش يعني. ايوه طب كل الناس شايفه ان حاجه ما تخوفش. انت بتخافي من الطيور يا ياسمين؟ انا مش بخاف، انا ما بحبش الريش، ما بحبش الريش. ايوه يعني عندك عقده من ال يعني ما تقدريش تمسكيه خالص؟ لا 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 خالص خالص، اي حاجه فيها ريش لا. ياسمين انت مسكتي التعبان ومسكتي الحبايه. لا 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 ده لا ده انسي. يعني من زمان وانت كده ولا فجأة؟ من زمان. لا طب اشرحي لي اكتر. في مره دي كرومي جري ورايا وانت صغيره. يا روحي والله.